كثير من الأشخاص بيعتبروا هاي الخطوة خطوة صعبة كثير، أو ممكن أنه هي تزعزع ثقتهم بنفسهم، وبعض الأشخاص بيعتبروها زيادة خبرة، وخصوصاً لما بيتنقلوا بين مجالات مختلفة. أكيد يا سلمى. هلأ أنا من الأشخاص إذا شغلي ما بحبها ما فيني أشتغلها، قد ما كانت المغريات المادية كتير، بحس أنه إذا ما عندي شغف فيها ما رح أنجح فيها. ولكن اليوم ضروري نحن نتعرف على مهارات جديدة بحياتنا، نطور مهاراتنا، نكتسب ثقافات أخرى من ضمن مجال مهني جديد. اليوم ضمن صباحنا رح نتعرف نحن كيف قادرين نختار أو ننتقل من وظيفة إلى أخرى ضمن خطوات مدروسة تضمن لأن الإتقان، تضمن لأن تنمية المهارات. هدول المعلومات وغيرهم حيعرفنا عنهم ضيفنا لليوم، وهو مدرب التنمية البشرية سليم الكسم. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك استاذ. يسعد صباحكم، تحياتي، الله يعطيك العافية. يا هلا، صباح الخير استاذ سليم. خلينا نبلش اليوم. ممكن كثير اشخاص بيعتبروا انه مرحلة التجديد او تغيير الوظيفة هي مرحلة صعبة. نعم. وممكن تكون اتخاذ القرار فيها مخيف جدا، ولكن احيانا في ناس بيضطروا ظروفهم انه هن يغيروا وظيفتهم او يغيروا بيئة العمل. شو رأيك بهي الخطوة بالبداية؟ أول شغل الخطوة هي بالنسبة لكثير ناس هي مخيفة كثير. هل هي بنفس مقدار خوفها؟ لا. هل مثل ما هي مهولة؟ لا. بنفس الوقت اثنين، في كثير ناس برأيهم أنه إذا غيرت وظيفتك أو إذا غيرت الشفت كارير تبعك، أنت عم تشتغل بمجال رحت لمجال ثاني، كثير من الناس بيقولوا أنه حياتك حتتغير وتتحسن وتتطور كمان. لا. يعني لك الاوفر بالطرفين كثير مشكله. تمام. في طريقه معينه، في تكنيك معين لازم اذا انا بدي انتقل اخده او اشتغل عليه، هون بيكون القرار اصوب ما يمكن. هل في تخصص مريح 100%؟ لا. أكيد. هل في تخصص ما فيه اي عيوب؟ لا. هل في شغل بالدنيا عود بالبيت ونجيب لك مصاري؟ ما في هيك شيء، يا ريت. فتماما يا ريت. فالفكره الاساسيه، الفكره وين؟ موضوع الشغف اللي تفضلتي فيه حضرتك هو النصيحة الأولى والأساسية والأهم. إذا أنت بدك تأخذ قرارك بناء على عاطفة وبس، أنا مالي حابب شغلي، أنا بشتغل أي شيء بس هذا الشغل لا، وقف القرار حكما غلط. متى ما كان القرار انفعالي عاطفي ففي مشكلة يعني أنا عم بحكي عن قرار انفعالي عاطفي بشغلة مهنية، فهون في كتير مصيبة. لا تأخذ هذا القرار لما بيكون في عندك مشكلة بشغلك، مشكلة مع حدا، مشكلة مع مديرك، مشكلة مع زملائك، أنت أي حالة عاطفية، قرارك بهذا اللحظة قرار مشوش وغير صحيح. طيب هل ممكن أخذ القرار؟ طبعا ممكن أخذ القرار. إمتى بأخذ القرار أو إمتى في مؤشرات أنه أنا أطلع من هذا المكان قبل ما أفوت على مكان تاني؟ إمتى بطلع من، خليني أقول أول شيء، طبعا خلينا نفرق بين نوعين من الانتقال. انتقال أنا بنفس الوظيفة بنفس الشغل بس بنتقل من مكان لمكان. أنا صلي موظف في هي شركة 3 سنين، موظف مدير مبيعات، حأنتقل صير مدير مبيعات بشركة تانية. إمتى بقول هذا القرار صح؟ تمام؟ وإمتى أنا كنت بشتغل بالمبيعات حروح انتقل للمونتاج؟ أنا كنت بشتغل مونتاج، إمتى حأشتغل برمجة؟ تمام؟ وكثير من الناس أحياناً بيهتموا برأي الناس أو برأي، تمام؟ استشير، مشاورة كثير جيدة. فأول نقطة أهم شغلة، إمتى بطلع أنا من مكاني؟ أول نقطة لما بتشوف مكان ما عاد يسمعك. المكان ما عاد سمعك أبداً، تمام؟ فغالبا انت بتكون فتت بمرحله الاحتراق الوظيفي. طبعا انا بلشت يا جماعه شو رايكم نعمل هيك، شو رايكم نساوي هيك، خليك بشغلك، تمام، انت ما لك علاقه بهي الشغله. متى ما عاد سمعوك فانت عمليا صرت اسف فتت بمرحله احتراق وظيفي، انت صرت مثلك مثل اي شيء بالمكان. هون مؤشر كثير جيد انك تطلع منه. رقم اثنين، اذا بلشت تسال يعني صرت انت تشتغل على يعني انت عم تشتغل وعم تقول له انا يا جماعه بشتغل زياده 1 2 3 4 5، لا في زيادة بالتقدير، لا في زيادة بالراتب، لا في زيادة بالمنصب، فهو مؤشر انك تطلع من هذا المكان. تمام. ثلاثة وهو الأهم، انه انا لما بجي فكرة الشغف هل هي جيدة؟ ايه. فكرة الشغف انا مواهبي ومهاراتي، ما بروح للجانب العاطفي، بروح للجانب المهاراتي والمهني تبعي. انا هل عم بستعمل مهاراتي؟ انا حدا متحدث، ايه، بس حاطيني محاسب. انت كل يوم حتفيق الصبح من فرشتك وتروح على شغلك وانت مزعوج لانك انت متحدث وانت حاطط بشغلك. انا فظيع بالارقام، ايه، وعم يشغلوني والله بالتسويق. انا كل اي مهاره موجوده عندك وانت ادرى بحالك. طبعا هون بشق المهارات، اياك تستشير حدا، اياك تسمع كلمه حدا، لانه ما حدا بيعرف الشخص ومهاراته. الناس بتشوف المهارات اللي احنا عم نستخدمها مو اللي احنا بنملكها، تمام. فاللي بنستخدمه غير اللي بنملكه، وكثير، وهذا شيء شائع جدا بيناتنا. هدول المؤشرات انا كثير لازم اعرفهم.
اذا كانوا موجودين عندي فانا لازم اطلع من هذا المكان، اطلع من هذا المكان يا بضل بنفس المجال او بطلع لمجال ثاني. ايه بضل بنفس المجال؟ اذا كان المجال بالنسبه لي ما له مزعج، اذا كان المجال بالنسبه لي انا شايف في افق، انا بعرف في شغلات جديده، انا حاطط ببالي، انا مرسوم رؤيه عندي. يعني اي حدا بيشتغل بمجال، انت بتشتغل ببقاليه، هل البقاليه اترك البقاليه وروح انتقل لمشروع ثاني؟ لا، اذا انت حاطط ببالك انا عم تحكيني عن البقاليه انا حاعمل فيها بعدين حنجيب باركود وحنعمل البقاليه سوبر ماركت وبعدين حجيب كذا وكذا وكذا، فانت عندك رؤيه بهذا الخط اوعك تتركه. انا عم بشتغل والله محاسب، بس انا بعد فتره رح اعمل كذا، رح نزل برنامج محاسبه، رح استلم 5 أراني. في عندك رؤيه بهذا الخط اياك تتركه، بدل مكانك لا تبدل خطك. هلا اذا بهذا الخط انت مالك شايف رؤيه، وبرجع بقول ما في عمهنه ولا مهنه سيئه ولا مهنه ما بتطالع مصاري، بس اذا انت مالك شايفها بتطالع مصاري فاتركها. اذا انت مالك شايفها لها مستقبل، لها سمعه، لها مكانه بين الناس. هون نرجع لنقطة مهمة هي القيم الشخصية، أنا كيف بقيم الأشياء. كل حدا مختلف عن الثاني، يمكن الاثنين بيشتغلوا مع بعض بنفس المكتب بنفس القرنة، هاد بنقول له اطلع وهاد بنقول له لا تطلع. السبب بالنسبة له قيمه العليا لهاد هو الراحة، هو إنه أنا بشتغل مع ناس بيحبوني، تمام؟ فإيه كان بيحبك وأنت متعود عليه، لا تطلع خليك، تمام؟ وأنت مرتاح مالياً، مرتاح مادياً، فخليك بأرضك. الشخص الثاني لا، القيمة العليا عنده هي خليني أقول التقدير، القيمة العليا عنده هي وبشوف التقدير هو مال وهو سمعة وهو منصب، إيه أوكي، فأنت طلع من هذا المكان حتروح لأرنة ثانية فيها تقدير أكثر وهيك. هي هذا التكنيك الأساسي. الأهم من كل هذا قبل ما تطلع، طب لازم دائما نحن كلياتنا بنرمي الحمل على غيرنا، يعني إحنا من فهم. أنت كشخص شو لازم تتصرف قبل ما تطلع؟ لازم بسنوات شغلك، وهذا طبعا كلام عام، ما تكون عم تشتغل على قد راتبك، ما تكون عم تشتغل بالحد الأدنى، ما تكون مقبول عند مديرك، ما يكون عاجبك مديرك، لا عاجبه مديرك شغلك، لا أنت تكون مستحق لهذا المكان وعم تشتغل أكثر من شغلك. بتى ما كنت عم تشتغل أكثر من شغلك حتصير أكبر من منصبك، أكبر من مكانك، عم تشتغل عم تطالع للشركة أكثر من راتبك. هون أول شغلة حتكون أنت كتير قوي، انت بصراحه يكون المكان عليك استحقاق، ماله منصب، يعني مو والله هن حاطينك هون، فانت تستحق وتستحق اعلى. متى ما كنت تستحق اعلى فايه، في كثير من الناس بيقول لك انا والله لقيت ما في تقدير بالشغل، فانا عم بشتغل لهم بالحد الادنى، انا عم بشتغل لهم على قد الراتب، انا عم داوم لهم، انا عم ساوي لهم، انا خلصت لك التقرير استاذ. متى ما كنت انا عم سلم وامشي، فانا للاسف عم ضر حالي، عم باذي حالي بشغله كثير خطيره، عم بضرب سكاكين لحالي حرفيا. انه مهاراتي عم تنزل، خبراتي عم تنزل، للاسف الناس شايفين شغلي وعم يقيموا عملي بهذا المكان. حتى لو انتقلت انا بالنسبه للناس انا هذا حجم، انا والله حاطيني اخي بمنصب بس محاسب، انا بشتغل بس محاسب، بس انا عندي قدره على التحليل المالي، حل المالي يعني. انا والله حاطيني بس صمم لهم بوستات، بس اخي انا ما بتدخل بصيغه البوست، صيغه الكتابه على السوشيال ميديا، انت بتعرف تكتب ومحترف، تدخل ادلي بدلوك، كبر حالك، كون اكبر من المكان اللي انت عم تشتغل فيه. ليش انا لازم اكون اكبر من المكان اللي عم اشتغل فيه؟ لانه مشان تكونوا بالصوره، اي مجال بالدنيا، وهذا كلام اي حدا بيعرفه، اي مجال بالدنيا مجال كثير صغير او الناس اللي موجودين فيه قلال. طبعا انت بتفوت اول ما تفوت مثلا على سوق المطابع بتلاقي كل الدنيا مطابع، بعد تقريبا 2 أو 3 سنين بتعرف انه هن 10-15 واحد. بس فوت على سوق الألبسة مثلا بتلاقي انه يا لطيف شو في محلات ألبسة بلد، بعدين بتعرف انه كل هاي المحلات وراها 20-25 واحد 30 واحد اللي هو. فالأسواق قليلة او ناسها قلال، فبالتالي انت لما بتشتغل على حالك بتقوي حالك بمكانك اكبر من حجمك، انت انشفت من كل السوق، تمام؟ انت انعرفت بكل السوق، فهون بصير بيجيك فرص اعلى. هذا اول نقطه، بحس انك انت اذا بدك تنقل للقرنه الثانيه. هلا كيف انا اختار المكان اللي بدي انتقل له، تمام؟ سواء كنت بدي انتقل بنفس المجال او اذا بدي غير مجالي كاملا. طبعا انت بغير مجالي كاملا لما انا المجال تبعي قلنا ما عندي رؤيه فيه، انا مالي شايف حالي، واحد تماما، اثنين انا كل يوم عم في الصبح عم بتخانق مع مواهبي ومهاراتي، انا الله عاطيني مواهب معينه فانا ما عم يستخدموها بشغلي. طبعا برجع بقول سواء اعطوني مصاري او لا،
وبرجع بقول لك الناس ما بتعرف مواهبك الموجودة، لأنه هي مواهبك، هي هبة من الله. بس أحياناً أستاذ سليم الفرصة ما يعني ما بتنعطى للأشخاص، بيكون عندك موهبة، بيكون عندك قدرات ممكن أنك أنت تعبر عن ذاتك من خلالها، ولكن الفرصة يعني ما ممكن تتوجه لإلك. بضمن سوق العمل دائماً نحن بمجال عملنا قادرين نكشف مهاراتنا وقادرين نحن نعرف توجهنا، ولكن اليوم أنا إذا بدي روح لعمل جديد يعني نعم. أنا رايحة للمجهول، أنا يعني عندي سي في لكن مثل ما بيقولوا انت من برا اللي جوا شيء ثاني يعني 100% في معايير، وحتى بتكون سيفيتك بمجال وبترتيب وانت رايحه لقرنة ثانيه صفر فيها تماما. فانت هون يمكن حتى يكون في احيانا بيقول الناس اشخاص عندهم سنين عشرات السنين خبره بيروح لقرنة صفر خبرته بالمجال الثاني. في معايير اليوم نحن لازم ننتبه عليها نعم. نتقيد فيها. هل اليوم مرتبط موضوع الشغف والمادي بالنقل الجديد 100%؟ هلا ثلاث معايير اساسيه. الشغف، هل انا اذا بحب الفرع او لا، او بحب المكان او لا، او بحب المجال او لا، هل هو ايه بس هو له فقط 20% من السيره، يعني هو له مكانه بس مو هو، تمام. اثنين هو الفرصه، قديش في فرص بهذا المجال، يعني انا بشتغل بمكان معين، انا والله بالريف ونحن عندنا بالريف اذا فتحت منحله فالملاحل موجوده عندنا كثير، ففي فرصه كثير كبيره، فالفرصه بتاخذ 40% من الموضوع، تمام. وال40% الثالثه انا بعرف ولا ما بعرف، المعرفة تبعي والمهارة تبعي، تمام. الـ KSA هي الـ Knowledge والـ Skills والـ Attitude، التوجهات تبعاتي. فأنا هل أنا يا ترى هذا الموضوع اللي أنا بدي أشتغله هو ينطبق مع رسالتي؟ أنا بالنسبة لي كل حدا عمل، يعني ناخذ مثال كثير بسيط، لا تهتموا شو العمل، هو شو رسالته بالنسبة لكم. يقال أنه كان في واحد عم يلم براغي، فقال له واحد، قال له أنت بتشتغل بيخلوك ترم براغي، أنت بتشتغل زبال بالمطار؟ قال له لا، قال له انا بطور سياحه البلد. قال له انت عم تلم براغي؟ قال له انا بلم براغي للطيارات، فهن بيعملوا صيانه للطيارات، فانا بطور سياحه البلد. هو بالنسبه له عمله فيه رساله كثير عظيمه. برجع بقول رسالتنا لا ترتبط باي شخص ثاني. يمكن انا اكون انا بكون بحارتي عم بشتغل والله بسكليتاتي، بس انا بالنسبه لي عم سهل حياه الناس ومبسوط ومرتاح. فقال رساله بالنسبه لي هي مؤشر كثير كبير. إذا أنا لاقي رسالتي بمكان تاني، هلأ كيف بنتقل؟ أول شغلة النصيحة، لا تحرق سفنك ومراكبك، لا تروح تقول لهم أنا تارك الشغل لو شو ما بدي أشتغل لو مدري شو. نفس الشيء الشباب اللي بالبلد، طبعا أنه أنا أخي أنا بروح على ألمانيا بغسل صحون، طب والله عنا صحون وسخة شو رأيك تغسلهم؟ عرفت شلون؟ اللي بدك تساوي أو في ناس حتى صحون ما عم يصير لها تماما. الفكرة الأساسية أنه لا تحرق مراكبك كلها، لا تروح تغامر بكل شيء. أنا كب كل تاريخي اللي أنا اشتغلت عليه، هلأ ممكن عطله ممكن أجله، فأنا إذا بدي انتقل أول نقطة، إن كان فيك تأخذ إجازة 10 أيام 15 يوم، تجرب الانتقال وتجرب الشغل، تمام. أول نقطة. اثنين، إذا فيك حتى تمشي اثنين مع بعض، كثير من الشباب حتى طبعا حنحكي عن الموضوع، أنا موظف بدي أفتح مشروعي، لا توقف الوظيفة وتفتح مشروعك، حاول تمشيوا الاثنين مع بعض. طبعا دائما انا خليني اقول الشغل اللي عم بشتغله هو عم يعمل لي حياتي، عم يعمل لي متطلبات حياتي، والشغل الجديد حيتعبني، ايه حيتعبني، بس شغفي للتجربه حيخليني انا عندي هي الطاقه، تمام، وحيخليني عندي هي الطاقه يجدد لي هون. يمكن انت القرنه اللي رايح لها، سواء بدك تغير شغلك، سواء تغير وظيفتك بمجالك او غير مجالك، يمكن تلاقي المكان أسوأ، يمكن تلاقي المكان مو مناسب، يمكن على الفرصة تماما الأولى. فترجع تقول كتر خيره، ما تعرف خيره لتجرب غيره. بس استاذ سليم احيانا في ناس بتخاف من فكره فقدان الامان والاستقرار الوظيفي، يعني بيقول لك اللي بعرفه احسن من اللي بدي اتعرف عليه، بس هذا بعرف علاته وتاقلمت معه بالضبط. لانه الانسان بطبيعته بيتاقلم مع لما بيتاقلم مع شيء ما بحب فورا انه يتركه. كمان هي فكرة يمكن بتعيق كتير من الأشخاص أنه هن يتنقلوا من مكان لمكان. 100%. أول شيء حعلق على كلمة استقرار وظيفي، تمام، كلمتين متناقضتين، تمام، ما في فيهم مغالطة منطقية. هي الوظيفة يعني أنا موظف عند حدا، فاستقرار وظيفي ما بيجتمع، ما في استقرار وظيفي. ليس هناك موظف اندفن ناح مديره أو مديره مثلا عاش هو وياه، حكما يوما ما ستترك الوظيفة، فلازم تتجهز لهذا الموضوع. فكرة كلمة استقرار وظيفي رجاء ننفوها، تمام، هي نكتة بيقولوا الاتش ار للموظفين ليستثمرون أطول فترة ممكنة. الأمان الوظيفي، أمان واستقرار وظيفي هذا مرفوض. يعني استقرار وظيفة ما في، الاستقرار هو مشروع شخصي، تمام، الوظيفة هي متغيرة، فإيه على عيني ورأسي. فنحن أصلا الوظيفة هي جزء من سلم أنا عم بطلع عليه، فهو أنا حاشتغل
ثلاث سنين، خمس سنين، عشر سنين، عشرين سنة، اللي هو بعدين أنا حأطلع بهذا الموضوع. هي أول نقطة. ثاني نقطة وهي فكرة الخوف. كتير مهم أنا أعرف شغلة، المكان اللي أنا رايح له، إيه صح أنا خايف منه، صح هو يعني هو بالنسبة لي مكان مجهول، تمام؟ بس المشكلة الكبرى حتى إنه أنا مزعوج، يعني مثل ما بقول اللي بتعرفه أحسن متعرف عليه، أنا مزعوج من واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. للأسف أول ما منغير مكاننا، تمام، 50 60 70 لسه تطول. إيه أنا أول ما بروح بيكون عندي في شيء اسمه انحياز توكيدي، للأسف بقارن أسوأ ما بشغلي القديم بأحسن ما بشغلي الجديد. وكثير من الناس بيقول لك أنا كان راتبي سيء، هون البيئة مرتاحة. طب والراتب؟ الراتب ما تغير كثير. لا، قارن الراتب بالراتب، قارن البيئة بالبيئة، قارن صحيح. الناس بالناس، قارن المهارات بمهارات، ما بيصير تقارن. للأسف كل الشباب أول ما بده يغير بيقول لك أخي وين كنا وين صرنا، وخاصة بأول شهرين. بعد 7 شهور 8 شهور بيرجع بيشوف نفس المطبات، نفس المشاكل، بل أضيف عليها. طبعا برجع بقول هذا برأيي أنا شخصيا نابع كله من الشخص الأولاني، من الشيء الأساسي اللي أنا بشتغل يعني. أنا عم بشتغل بالحد الأدنى. بس تشتغل أنت مو بالحد الأدنى أكبر منك، تمام؟ أنت مو عم تشتغل باللي عم يعطوك يا، باللي مسلمينك يا، بالمهام. أنت مو همك يرضى بس المدير، لا، أنا همي يرضى المدير وطور عملي. أنا عم بتعامل مع هاي المؤسسة، مع هذا المكان، على أنه هو مكاني الشخصي. متى ما تعاملت معه لانه مكانك الشخصي غالبا انت ما بتطلع من وظيفه لوظيفه. طيب هون في نقطه، بتطلع من وظيفه لمشروعك الشخصي. هون في نقطه كثير مهمه ذكرتها استاذ، يعني نحن حكينا عن الاشخاص اللي دائما عندهم حذر بالانتقال من وظيفه لاخرى، خطوات، معايير بيدرسوها قبل ما يروحوا عليها. نعم. ولكن في عندنا اشخاص قالوا بيقول لك انا اليوم عم اشتغل بالمؤسسه الفلانيه، بتقلب اسبوع عنه بيقول لك انا انتقلت لعمل جديد. نعم. في تقلبات كثير بحياتهم الوظيفيه. اليوم في سلبيات لهي القصة أو في إيجابيات، شو رأيك؟ هلأ 100% النقال ما له شغال، تمام؟ النقال ما له شغال، بيقولوا من كثرة كاراته قلت باراته. أحياناً تتنقل كثير بين أراني، قد يظهر للناس أنك أنت كثير تنقلت، تمام؟ أحياناً أنت ما بتكون تنقلت، أنت بتكون عم تشتغل نفس الشغلة. يعني مرحبا يا فلان، شو بتشتغل؟ والله اليوم عم بشتغل بيع مواد سنية. إيه بعد جمعة شو؟ والله عم بشتغل بيع ألبسة. بعد جمعتين شو؟ والله عم بشتغل بيع 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 بسكوت ومسكة. هو عمليا ما غير عمله، هو لساته عم يشتغل مبيعات بكذا قرنة بس بكذا مجال. خليني اقول هلا هون اول شغله عم يضعف حاله شخصيا بموضوع السمعه، لانه كل سوق له ترتيبه، فعم يضعف حاله شخصيا. اثنين، عم يضعف معرفته بهذا السوق، بهالمعلومات. بس مهاراته البيعيه عم تكون قويه، تمام؟ هلا بالنسبه له برجع بقول هذا الموضوع شخصي، هذا الموضوع شخصي. فانت اذا بتعرف حالك، عم عارف، برجع بقول في عندك رؤية، فأنا عم بتنقل بين كذا شغلة، بس هنن أنا عم بتنقل فيهم حسب خطة ورؤية أنا حاططها، فصح التنقل وبرابو التنقل ولا ترد على حدا. أنا عم بتنقل لأتنقل، يعني أنا اشتغلت مع هدول اليوم، عطوني اليوم 1,000,000 ليرة، بعد بكرة حاكوني جماعة تانين تأخذ معنا 1,200,000، تركتهم بعد جماعة رحت لأرني الفلانية. طول بالك، غلط. هذا الانتقال كارثي، هذا الانتقال كارثي. ودائما دائما كثير خافوا من الموضوع. امتى لا تروح للقرنه الفلانيه؟ مشان الله لما بتروح لعند حدا بيكون عم يبيعك الوظيفه، تروك يجمل، تروك وتعال عنا، نحن احسن شركه، احسن بيئه، احسن راتب. احذر من اللي بيبيعك الوظيفه، احذر من اللي عم يبيعك شركته. نحن احسن حدا، نحن احسن كذا، وخاصه بيكونوا موظفين القدماء. نعم. لانه الاتش ار غالبا بيكون موظف، فبيكون سمعان، فبيضحك انه نحن عندنا التكييف ما بيقطع، بيطلع الاتش ار انه استاذ نحن ما عندنا مكيف بالغرفه، نحن احنا ما عندنا، عرفت شلون؟ فيعني احيانا في مين عم يبيعك الوظيفه؟ هون احذار كثير. واحد، اثنين، احذار من اللي بيسوق لك كل الناس، اللي بيقول لك نحن مو مثل نحن غير البقيانين، نحن اللي السوق كله هيك، نحن كذا. متى ما واحد شايف حاله هو اللي فوق، احذر منه بشده. هذا مؤشرات تبع لا تفوت، تبع نصيحه لا تقرب، رد، نصيحة هروب. أول شغلة، دير بالك من اللي عم يبيعك الوظيفة. اثنين، اللي عم يحكي على الكل. ثلاثة، اللي بيقول لك إنه أنت تعال ساويك، تعال أعمل لك، تعال أنت أنت عندك مهارات ومواهب، واوا تعينا وجيتي لعندي لحساب. طبعا هذا بيشبه بيع الوظيفة، بس هون عم يحكي بيع شخصي. هون احذر. أنا لا، طول بالك، الوظيفة أو العمل أو المشروع الشخصي قائم على شراكة. أكيد. أنا عندي مهارات ومواهب. نعم. أنت عندك احتياج لها، عم نشتغل لنخدم هذا الموضوع مع بعض. أكيد.
يعني معلومات مهمة. شكرا لك استاذ سليم مثل العادة، واكيد رح يكون لنا لقاءات ثانية وتفاصيل ثانية ان شاء الله. شكرا استاذ سليم لحضورك اليوم، ونتمنى اليوم هيك كل حدا من الشباب والصبايا ياخذ الفرصه اللي بتعبر عن شغفه مهاراته، وتكون ماديا منيحه، والتقدير المهني جدا مهم بالحياه المهنيه. يا رب. شكرا لك.